لاغوماثيرابي او العلاج بالاطر، هذا هو السوجي ديال اليوم. اكيد كاملين كنعرفوا العلاج الاساسي بالادويه، العلاج الكلاسيكي المعروف، وكنعرفوا كذلك العلاج بالطب البديل، العلاج التقليدي اللي هو بالاعشاب، بالحجامه، بالورز الى غير ذلك. وكنا واحد المره في لاشين ديالنا دوينا على واحد النوع فريد من العلاجات اللي هو العلاج بالالوان، كان واحد من العلاجات الحديثه والعصريه. ماشي بعيد عليه، بغينا ندويو اليوم على واحد النوع اغرب منه واكثر عصريه منه واحدث منه، اللي هو العلاج بالعطور لاغوماثيرابي. شنو هو هذا العلاج؟ واش فعلا فعال؟ وكيفاش كيتدار؟ هادي نشوفوا هادشي في الفيديو وبقاو حتى الاخر. لاغوماثيرابي هي فرع من فروع علم التداوي بالنباتات، والفكره ديالو هو اننا كنجمعوا المكونات الاساسيه ديال النباتات وكندوزوها من واحد العمليه معقده شيئا ما مركزه كتسمى عمليه التقطير، وهادشي باستخدام حاجه وحده هي بخار الماء، باش في الاخر كنحصلوا على واحد المحلول مركز كيتسمى سميه اخرى اللي هي كتعرفوها كاملين الزيوت الاساسيه. مبدا العلاج هو تعريض المريض لهاد الروائح او النكهات او للزيوت العطريه، وهادشي بطرق متعدده، سواء عن طريق الاستنشاق، تدليك، الاغتسال، او لا تو سامبلومون مباشره عن طريق التناول، تناول قطرات منها. والفكره هي انه هاد العطور الخاصه القويه المجهده كتستقبل ولا كتستهدف مباشره مستقبلات الاستنشاق او مستقبلات الشم في الانف، فكتاثر مباشره على الجهاز العصبي اي ديكو على الدماغ. في الواقع الابحاث والدراسات والتجارب اللي تدارت على هذه التقنيه الحديثه من العلاج هي قليله بزاف، قليله وما نكذبوش ونقولوا بلي لا راه بزاف ديال العلماء دواو عليها، ولكن هذه نرجحوا الامر لانه فعلا هي واحد الحاجه حديثه، حديثه التداول. ولكن الحاجه اللي ما نختلفوش عليها وما نقدروش نكروها هو انه جميع الدراسات القليله اللي تدارت كتفق كامله في انه العلاج بالعطور هي واحد التقنيه فعاله وبنسب مشجعه. زيت الياسمين او مستخلص الياسمين او مقطر الياسمين كيعالج اساسا مشكل العصر او مرض العصر اللي هو مشكل الاكتئاب، كيتعتبر مضاد اول وقوي للاكتئاب والخوف المرضي. من جهه اخرى كيعالج المشاكل الجنسيه الغير مستعصيه، كيتعتبر علاج قوي وفعال المشاكل الجهاز التنفسي، الكبار، الرب والسل الى غير ذلك، زياده على انه علاج فعال اوتوماتيكي للحشرات الطائره في اللوكال اللي كنكونوا فيه، ومن جهه اخرى كيحبس اوتوماتيكمون بسرعه الاحساس بالغثيان وبالقيء. مستخلص او مقطر النعناع كيتعتبر حل اساسي للمشاكل او للمشاكل التنفسيه المرتبطه بالحساسيه، فكيحل المجاري التنفسيه المسدوده بالحساسيه وكينقي المجاري الهوائيه من البكتيريا العالقه فيها. موازاه لهادشي كيدخل في العلاجات الفعاله ديال الجهاز الهضمي من المشاكل ديالها اللي هما بحال القولون العصبي. دراسه بينات انه الاشخاص المصابين بسرطان الدم اللوكيميا واللي كيتعرضوا لحصص العلاج بالاشعه ومورا هاد الحصص كيستنشقوا مقطر او مستخلص الخزامه في القطن، هاد الاشخاص كيكونوا اقل عرضه للاحساس بفقدان الشهيه والاحساس بالغثيان اللي كيجي من دوك حصص العلاج، كيكونوا اقل عرضه ليه مقارنه بنفس الاشخاص اللي كيكونوا في نفس الوضعيه. مستخلص الخزامه كيتنصح به بقوه وبكثافه الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من هذا المرض. موازنة لداكشي كيف هو علاج قوي لجميع مشاكل التركيز وفقدان او لا نقص اداء الذاكره. مستخلص او مقطر البابونج، دراسه بينات انه تناول 3 ديال القطرات من هذا المستخلص بدون الطرق اللي دوينا عليها كيعادل تماما تناول جرعه من الكورتيزون، فهو مضاد للالتهابات، مقوي الجهاز المناعي، وكذلك مهم جدا المشاكل الجهاز او لا عفوا مشاكل ضغط الدم. زيت الزعتر فعال جدا لجميع مشاكل اللي كتجي من نزلات البرد، الرواح، الكحبه، الشقيقه الى غير ذلك، جوج قطيرات منه فقطين ونستنشقوها بنفس الفعاليه ديال تناول المضادات الحيويه ديال نزلات البرد. واكيد نتوما غادي تكونوا عارفين انه هذا بيان سور حل الانسب، لانه الدواء الكلاسيكي الدواء ديال لافارماسي كيخصنا ما امكن نتجنبوه، لانه اكيد اي دواء منه كيكون عنده اعراض جانبيه كثيره.
فوالا سي تيري تو بوغ لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انها تكون كانت نبعتكم شويه، نكون قربتكم من هذا العلاج الجديد اللي كيعرفوه بزاف ديال الناس واللي كنلاحظوا انه كيكتسح احيائنا الشعبيه، فولينا كنلاحظوا بزاف ديال المعشبات. من هنا كنقول انه يقدر فكره مزيانه اننا نتقربوا منهم، اننا نثيقوا في هذا النوع من العلاج الجديد، نامنوا به وعلاش لا نجربوه، كيبقى اكيد احسن من العلاج الاساسي الكلاسيكي ديال لا فارماسي بالاعراض الخايبه الجانبيه ديالو. ميرسي بوكو اونكور اون فوا بور لو طون كو فو ماكورديي شاك فوا كنحط اون فيديو. ميرسي للناس اللي كيشوفوا مي فيديو. اون اتوندون لا بروشين فيديو بغيت نقول لكم تهلاو فراسكم، يلا بروشين.